وأضاف الشيخ بن سحيم أن ما تشهده قطر اليوم من إرهاب وفساد وخيانات متوالية لا يمثلها ولن يستمر فيها، بل هو حمى تتبعها العافية وغمة سوداء تجلوها الهمة. أخواني، ما ترونه اليوم من إرهاب وفساد وخيانات متوالية ليست قطر ولا يمثلها ولن يستمر فيها، بل هي حمى تتبعها العافية وغمة سوداء تجلوها الهمة. ولو أن هذا الجمع الكبير الكريم هتف بحنجرة رجل واحد لتداعت كل القواعد هناك، ولجاوبهم أهلنا الكرام في قطر حتى نزلزل الأرض، فلا يبقى واقف عليها سوى الكرام وأهل الغيرة والكرامة. أبناء قطر ورجالها الكرام، وهو ما سيكون وأن غدا لناظره لقريب. أنا لست طالب ثأر ولا طامع لسلطة، لكنني رجل يشغله وطنه ويحتمل مسؤوليته. أمام الله ثم أمام أهله الذين معي اليوم، وأخواني المأسورين في قطر، ولن أتراجع أو أتهاون، والله على ذلك شهيد.